السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة معانا عروسة زي ما انتوا شايفين، عملنا لها فستان بالفوم شكله جميل هيفرح بناتنا جدا، كمان شوز بالاستراس. ممكن نستبدل الاستراس دوت بلولي خلاص او اي حاجة نزوق بيها. تعالوا نشوفوا هننفذه ازاي. يلا بينا. دي الحاجات اللي انا هستخدمها للعروسة اللي عاملها الفستان. ورقة الفوم بأي لون انتوا عايزينه، طبق عشان هرسم الدايرة دي، لو عندك برجل مفيش مشكلة، دباسة، أي حاجة ازوق بيها الفستان، شمع، مقص. يلا نقول بسم الله ونبدأ. أول حاجة هعملها هرسم دايرة بالفوم، أحط الفوم ده على ظهره وهرسم دايرة، أقص الدايرة بالمقص ده اللي هيعمل الجيبة بتاعت الفستان. هنعمل ايه أول حاجة؟ هقسم الدايرة دي نصين، وهاجي بالدباسة هدبس الأطراف، بس هسيب الحتة اللي في النص. تمام. تاني خطوة هعملها هفتحه كده زي ما انا دبست هنا وهنا، هدبس هنا وهدبس هنا من المنظر ده. نحط الدبس على الدبوس ونحني ثلاثة هنا وثلاثة هنا على الحرف خالص. هنعمل كده الناحية التانية. يبقى أنا كده لبست الأربع جهات. أول حاجة تنيت الورقة نصين، لبست الناحية دي والناحية دي، بعد كده الربعين اللي ما بينهم دبست هنا ودبست هنا. هعمل ايه بعد كده الخطوة الجاية؟ ما بين كل ربع هدبس اللي في النص، هتني وادبس، يعني الربع ده هتني نصين وهدبس. الربع الثاني هتني نصين وهدبس. الجيبة خلصت معانا، عاملة زي الشمسية. كل ما نعمله نفتح من النص هنا عشان نعرف ندخلها في العروسة. خطة بسيطة يدوبك على قد وسط العروسة، لو احتاجنا نوسع هنوسع. هنقلبها، عطيتنا الجيبة بالشكل الجميل دوت، نوسع شوية بس دي، نجرب ندخلها في العروسة. ممكن نستخدم الفكرة ديت نعمل بيها شنطة.
شايفين شكلها حلو ازاي؟ تعالوا نعمل الجزء اللي فوق. بعد ما قصيت الجيبة بالمنظر دوت، قصيت السر كده كده، ده شكله من قدام. هحطله الاستراس ده والحزام ده والشن، ده شكله من ورا. تمام، هستكمل ده على شكل فراشة. هحط هنا عليها الاستراس، ده تاج بسيطه برضه. هيتحط كده وعليه استراس. الفراشة دي قصيتها ازاي؟ تعالوا نشوفه. بعمل تاخد حته مربع، بقسم نصين خليه قد بعضه، الحته المفتوحه من هنا هاجي من الطرف هنا كده، هاجي من هنا اقص بالمنظر ده. الناحيه الثانيه برضه اي حجم انتوا عايزينه، ممكن نسيبها كده. بس انا هنا شرشرت الجناب، نعمل مثلثات صغيره. او اي شكل انتوا عايزينه، سواء ده او ده. هلزقهم بالشمع وارجع لهم. ورجع لك تاني، شفتوا العروسه بقت عامله ازاي؟ كانت ايه وبقت ايه؟ تعالوا نشوف عملنا لها ايه. حطينا لها حزام على الوسط، عملنا لها شوز توري بالاستراس، وش بس حطينا استراس هنا على الفستان كله، حطينا على الصدر استراس وحوالين الرقبة، حتى التاج عملنا لها حلق من ورا زي ما انتوا شايفين. عملنا لها الفراشة ديت وعليها استراس، وعاملة زي شكل فيونكة. بكده العروسة خلصت معانا. يا رب تكون عجبتكم، حاولوا تنفذوها وتوروني عملتوا ايه. اعملوها فرحوا بناتكم، البنات بتفرح بالحاجات دي جدا. يا رب تكون عجبتكم، نشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد مع فكرة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.